شكرا لحضراتكم جميعا، وبقية اعزاز وتقديري لمعالي السيد المحافظ اللي استضيفنا النهارده في عرضه وفي مكانه في موقعه. اشكر كل السيد اللي وفر اعلن باسمه عشان ما ننساش حد وعشان نختصر وعشان وقتنا. طبعا احنا النهارده في مشروع كنا بدانا به بحلم صغير وحلمنا بدا يكبر، ولكن النجاح ده ان احنا شايفينه نتيجه عمل وفريق كبير جدا جدا. النجاح ده مش اسماعيل محمد، مش المصرية الخارجية، النجاح ده مؤسسات، فريق عمل، فريق علمي، جامعات مصرية، مراكز بحثية، باحثين، سفراء مناف، شركات، كل ده مجموعة اشتركت عشان يطلعوا حاجة ناجحة نتشرف بيها كلنا ونشرف مصر ونشرف مصر. مش المسألة في نقطة في يعني احنا كخارجية نقطة في بعض، لكن احنا عايزين نتشرف كلنا نتشرف بعض. فطبعا عشان التحيه بالشكر ويبقوا تحياتي لجمهور ضيوفنا اللي بيضم الدول العربيه، دوله الامارات الشقيقه، المملكه العربيه السعوديه، دوله العراق، دوله الاردن. اعتذر لو انا هنسى حد، فذكروني انا كان مبروط يعني هذكر كل واحد باسمه، بس اختصارا من الوقت عشان اختصر معاه النصيحه ان انا عايز اقدمها المحور الثاني. عايز انصح شبابنا في باريس وفي الكلب، عايز انصح شبابنا في باريس والكلب. المشروع ده بتاعكم مش مشروع مساقي، احنا سميناه مشروع وادي باريس عشان هو مشروع المفروض عقبه 150 سنه اطال الله في عمركم جميعا. فعايزكم النهارده عندي شغل، عندي شغل بالمشروع، وعايز اقول لحضراتكم الطلبه الكليات والثانويه الفنيه الزراعيه والتجاريه لكم فرصه عمل. وبعدين مش فرصه عمل وبس، احنا عملنا لكم هنا فرد تدريب وتأهيل. انا عايز اقربك من اهلك، الكليه بتتيجي جنب النظر الاكاديمي، المدرسه بتتيجي جنب النظر الاكاديمي، هنا مركز تدريب عملي لك. مركز تدريب مش هتدفع فيه فلوس، لا تعطيه بطيروك، هتشتغل تضطر تتعلم. فبالنتيجه هيكون ايه؟ في الاخر انت مؤهل لسوق العمل، انت مؤهل لسوق العمل.